يمشي كورة من جونبيا بسلعة في الذهاب، العب في محور الدفاع في وسط الميدان، اليوم العب في الأكس خطيرة وفرصة كبيرة للترجي ضاعت. أول كورة في 4 دقائق، الله على كورة، الله من كورة، الله بكورة خطيرة جدا، كورة أولى من بوعزي، تمشي توزيعة ثانية كونان، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي، 1-0 للفريق العاصمي عن طريق كونان. 5 دقائق، السيناريو اللي بحثت عليه الكنزاري، اللي حب عليه فريق باب سويقة، الترجي يفتح باب التسجيل هنا في استاد رادس عن طريق اللاعب كونان. اوستو كونان يغالط الحارس كريم بن صولة. اذا رسميا ما فيش ركلات ترجيح، كرة البكري، كونان يسبق الحارس، يهرب كونان على رقابة وسط الدفاع ويسجل الاهداف الفينال والفاينل لكأس كوش شمال افريقيا. شوف الهدف، يوصل على هدف كريم بن صولة، خرج في الفاضي الحارس الجزائري. 1-0 للترجي. الكرة الرابعة براسية اللاعب عمار بالاخضر، ترجع الكرة خطيرة جدا، يهرب كونان، كونان خطيرة جدا، كونان في منطقة الجزاء، يرجع كونان، يدخل كونان خطيرة جدا، فرصة كبيرة، بوعزي والهدف الثاني، والهدف الثاني للترجي، الهدف الثاني للترجي عن طريق وجدي بوعزي، وجدي بوعزي سجل هدف ثاني. كرة كبيرة خرجت، قلت لك الترجي يبحث عن كونتر اتاك، خبرة المواعيد الكبرى، خبرة اللقاءات الكبرى، خبرة البطولات الكبرى، جيل سيكتب أمجاد الغد. كرة خرجت مساكني كونان بوعزي، والحكاية والرواية والبداية والنهاية، 2-0 للترجي عن طريق وجدي بوعزي. شوف كونان رجع لي من الأول، رجع لي الباس متاع المساكني، كونان يخرجها، بوعزي دخلها، الترجي 2 جي اس ام بي 0. هذه الكرة ممتازة، شفت الباس، شفت الباس ممتازة جدا، المساكني كونان عمل شغل كبير، شغل كبير، فيكس المدافع، حط الكرة على تبق، مش ممكن تضيع بوعزي. الترجي 2-0 الشقيق الجزائري لجي اس ام بي. باللاولا المكسيكية سيدخل بديل كونان، هذه هي نظرتي وتوقعاتي، لكن شوف مال كانزاري، تمشي كرة خطيرة لبجاية بالراس، خطيرة وهدف، خطيرة وهدف لبجاية، المباراة الآن تفتح من جديد بهدف لبجاية، هدف ملعوب بالراس لفريق الشبيبة، هدفين لهدف وسط فرحة زملاء الإعلاميين الجزائريين هنا في مدرجات رادس وفي المنصة الخاصة بالإعلاميين، إعلامي بجاية يحتفلون مع الأنصار بالهدف، هدفين لهدف، هدف ممتاز بالراس، هدف ممتاز، والجمهور الجزائري يحتفل بهدف تذليل الفارق، هدفين لهدف، ستشهد المباراة 25 دقيقة من النار. شوف الراسية، كوتشينج من المدرب شمال مناد، يدخل زرداب يعمل المخالفة بالراس، دخل مايكل الرامو من أجل إضفاء قوة أكبر على الخط الأمامي للترجي. يانيك جانج غير الأجواء، غير الأمور هنا، الإحساس والخوف من سيناريو قاتل كرة القدم، لأنه قلنا دائما ما فيها شمال، تمشي كورة لباتريك جانج، جانج خطير جدا من ثلاثة لاعبين، خطير جدا، يلعب كورة تسديدة ممتازة، ومرت كورة التعادل، مرت كورة التعادل لفريق بجاية، فريق الشبيبة الآن في أحسن فتراته، فريق الشبيبة اقترب كرة المباراة، يخرج بوعزي، إذا يخرج وجدي بوعزي اللي تعب في آخر الدقائق، ويدخل زين العابدين السويسي على حساب الشق الهجومي بالنسبة لطار الفني، التركيز لفريق الترجي، ترجع الكرة من لاعب سويسي، أو كرة ممتازة تهيأ لمايكل الرامو، مايكل الرامو ممتازة جدا، مايكل الرامو ممتاز، ممتاز ضربة جزاء. الحكم ماذا يقول؟ يقول انذار، يقول انذار على مايكل الرامو، مايكل الرامو هل كانت ركلة جزاء ام تمويه من النيجيري؟ عبد الله العشيري يقول انذار على مايكل، شوفوا اللقطة في الريبلاي، نشوفوا نحكموا، اذا تكون الصورة واضحة سيحكم ان شاء الله. شوف الكرة المراوغة، يعني
مزاق اللاعب مع مايكل الرامو. شوف الكرة الأخيرة فيها الإعاقة يظهر لي بنسبة كبيرة. طبعا الشقاء الجزائريين مش يقولوا لا، لكن حتى الزملاء الصحفيين الجزائريين استعين بهم، يظهر لي فيها اللمسة، فيها اللمسة بالفعل بينما خطيرة وفرصة كبيرة. سيف الدين الشماري بكرة مقطوعة، قل التركيز على فريق الترجي، خطورة واضحة من الفريق البجاوي والكرة ترجع مرتدة. كونتر اتاك، ضغط واضح من بجاية وكونتر اتاك بالترجي. يمشي مايكل، يهرب مايكل، مايكل الرامو، مايكل الرامو، اوه اوه على مايكل الرامو. شوف الاصرار الجزائري. كارتوش كارتوش قال الترجي. شوف التسديدة متاع مايكل، شوف مايكل الرامو، والله كرة ممتازة من الحارس. الحارس الجزائري كريم ساولة. بعد تعب كبير راك شفتو، شبان صغار وكل شيء، والحمد لله ربي تتويج هذا. Moi je dédique ce titre à mon adjoint Mehr Kanzari pour le travail qu'il est en train de faire. نحب يهدي التتويج هذا المساعدي ماهر الكنزاري على العمل الكبير اللي قاعد يقوم به، واللاعبين اللي قدموا تضحيات كبيره واستحقوا عن جداره هذا اللقب. Il mérite vraiment, il mérite. كان فريق ثاني نجم نقولوا نتاع الترجي مكون من الشبان، ما قدم صوته حقيقة كبير ياسر، تعبوا شوية في الشوط الثاني ما يسحقوا التتويج، إن شاء الله نواصل بانتصارات أخرى ولقب أخرين. نظن دوزيام ميتو لعبنا أحسن وسجلنا وكنا قادرين يعني نسجلوا، ويمكن الترجي دوزيام ميتو يلعب لي كونتر أتاك، ونقول للترجي يعني مبروك عليكم وإن شاء الله أفضل. أون أيتي بري أفروا On a été pris à froid, on ne s'attendait pas à ce qu'on encaisse en première mi-temps au tout début. Mais c'est vrai, la haqiqa, yani, qui m'a senti dans le moukabla l'oula, dans le bled, هذا كان جعلنا باش المقابله تصعب علينا، ولكن على العموم في الشوط الثاني الفريق تاعي قام بدوره ولعب احسن بطريقه احسن. الله غالب تحت لينا فرص عديده ما قدرناش نسجلوا.